خلتني نضف لك كل شيء. فعلا مالي مصدقة. بس اشتغلتي منيح والله. شوف كيف صارت حالتي. شبه حالتك؟ بين كتير منيحة، حميمية حقيقية. حقيقية؟ وبالأول كيف كنت مبينة؟ بلا عيوب، بس لساتك مو مرتاحة من وضعك. وكبيرة. كبيرة؟ مو قصدي إنك ختيارة يا روحي، كبيرة يعني مرة عايشة وخبية كيف عايشة، ما بدها تحكي. يعني مزبطة شعرك وحاطة مكياج، بس مبين عليكي التعب الحقيقة. يعني مثل هدية بتنهدى، بس هي الهدية ممكن تنفجر. مثل كل النسوان يلي بيحبوا يتسوقوا، بس مو أكتر من هيك. وأم حقيقية فعلا لبنتي. صدقيني كل هالحكي من قلبي. شكرا كتير. اجت بوقتها. قومي. شوفي. شوفي. شعرك مخربط. حتى بظن انه تغبر شوي. بس انت هلا مثل المرأة حقيقية وعم تعيش. السينما الحقيقية. أوعية طبيعيين لابسة تيشيرت مريح. تاركة شعرها الحلو. يطير بالهوا مثل ما بده. تهتم كيف تقدر تعيش. مو كيف بدها تبين. مثل أيام زمان. ايه انت بتنظف بيتك دائما؟ ايه بالعاده انا بساوي كل هاد الشغل لحالي. شكرا. بس ببعض الاحيان عم يكون الشغل زياده ووقتها عم بتعب شوي. بس برايي لازم تلاقي مره. مره؟ ليش؟ مشان التنظيف. كان في ناس يحملوا، هلا ما عاد في. والله ايدي انشلوا. وكمان انت حامله ومحمله يا اختي شريفه، امو مخليه شيء. شو هدول يا روحي؟ كلهم شغلتين ثلاثه. زهره انت ما كنتي تنزلي بهيك وقت على السوق ابدا. شو صاير؟ شو عم بتخففي شغل شوي شوي؟ ما هي ايه والله يا شريفه عم خفف شغل لانه تعبت اساسا. ايه العمر طبعا لكن. ايه صحيح العمر. يلا بشوفكم بخير. ماشي اختي زهرة. يلا مع السلامة. الله معك. مع السلامة ميسرة. الله معكم. سلمي على العيلة. الله معك. شفتي شو عملوا؟ لقيت لحالها صهر مثل السبع وبلشت تخفف عنا الشغل شوي شوي. لسه رح تسند ظهرة على ابني خليل وما عادت تمد ايده على ممسحة الوسخة. دخيلك كمان انت الثانية. شو عرفك؟ بلكي عم تستند على جوزة. رضا بيك فتح محل جديد ومتشارك فيه هو وفيسان شركة نقليات. عايش كتير بتسمع كتير لانه سهل كتير انك تديري محل. شو هالحكي؟ كذب بكذب. ايه وانت الثانية كمان خفي عن العالم شوي. تفضلي امشي. يلا امشي. مساء الخير. ها مساء النور فريحة. شو لحالك هون؟ أونال وكوراي راحوا يشربوا قهوة وبالزور لقدرنا نقنع جان حتى يروح مع أبوه على البيت. هو وأمير متعلقين ببعض كتير. فريحة شكرا كتير. على شو؟
أمير دائما هو بفكر فيك، دائما كان يحكي عنك. أنا ما بعرف شو يلي صاير بيناتكن، بس بسببك أنت ابني أول مرة بيشعر إنه هو بحاجة نصايح من أمه. صار لي زمان كتير ما قعدت وحكيت معه كأم، وإنه يقعد يفتح لي قلبه وأنا أسمع حكيه. من بعد سنين هلأ رجعنا مثل أي أم وابنة. أنا ما عملت شيء. فريحة اوعى تزعلي ابني مرة تانية. أمير بيك وضعه عم يتحسن، يمكن بكرة الصبح يصحى معنا. شكرا كثير دكتور. العفو. عمر، أمك مو هون. يا ترى فائد بكير وطلعت توزع هلا؟ نيموني عندكم كمان. Thank you.
انت يا فريحة؟ انا بدي شوف الدكتور، ممكن تضلي عند امير شوي؟ ما تشغلي بالك. ماشي. لا تنام، أنا رايحة نادي شي دكتور. إيه؟ لا تروحي، لا تروحي. خلص ما عاد روح لمحل. ما بعرف، ما بعرف كيف صار هيك، بس أنا حسيت فيكي إنك معي. رح ضلني دائما معك، رح ضلني جنبك. في كتير شغلات لازم نحكيها، في كتير شغلات بدها توضيح. أنا كتير بحبك. أنا كمان بحبك. تتذكر وقت قعدنا سوا بالجنينة تبع المستشفى؟ استنيتك على نفس الكرسي هداك، وفكرت بحالتنا واشتقت لحالنا، اشتقت كتير. أمير أنا هلأ لازم روح وأعمل شغلة. إيه؟ بس جاي فورا، وبدنا نحكي عن كل شيء، وبدنا نحكي سوا وعلى هداك الكرسي. صحي ابني، صحي. فريحة، أمير صحي كوراي. خلينا نفوت. لا أنا عندي شغلة وبرجع. إيه ماشي. هدول الملفوفين بدانتيلا مو هيك محمد؟ لا مو هيك، بس أنا طلبتهم يكونوا بدانتيلا. هاي الدانتيلا أخي. هدول مطرزين مو بدانتيلا. جبت لك من اللي بجيبهم كل مرة. بس أنا ما طلبت من يلي بتجيبهم كل مرة، قلت لك لازم يكونوا بدانتيلا. خليل هدي شوي. لك أخي شو الفرق بدانتيلا ولا مطرز؟ حتى لو ورجيته لأمي ما فيها تفرق. أخي أمك ما دخلها، أمك ما بتفرق، بس أنا بفرق، عم تفهم؟ خليل شو عم يصير يا أخي؟
خذ بطاقة وروح من هون. شو صار لك؟ ألف. شو هادي ها؟ شو العالم برا؟ يلا ما بدي اشوف وشك مرة تانية. يلا خليل خلص راح الزلمة. خليل شو صاير؟ طول بالك خليل. ما في شيء ما في شيء ما في شيء. خلص ما في شيء. هدي أعصابك انت. ماشي اهدى انت. فريحة على الخط. ألو خليل اسمعني، أنا لازم أحكي معك بموضوع. نحكي؟ أنا أساساً هلأ طالع بعد نص ساعة، رح كون بالجامعة. أنا مالي بالجامعة. مانك بالجامعة؟ أنا بعد شوي رايحة على الكافيتيريا، ممكن نلتقى هنيك؟ الكافيتيريا يلي رحنا لها قبل هالمرة؟ ماشي، أنا جاي. محمد دير بالك أنا طالع. محمد شو صاير مع أخي خليل؟ شو بيعرفني فجأة جن؟ حرام والله ما بيستاهل هالمسكين. هو المسكين بياع الجملة، الزلمة استغرب شو صار له؟ أنا رح أقول لك شغلة مهمة كتير، أخي خليل عايش بعذاب الحب، مثل ما عم أقول لك، طبعاً الرجال ملاحظ من جوا لجوا إنه أختك التوم ما لها أي رغبة فيه، يعني ما بعرف من وين بيتولد هالشي، ما في غير هالرجال المسكين بيحصر وبيحصر، وينتفخ قلبه ومرارته. يا سهر كرمال الله حاجة. ايه ماشي انا شو دخلني، احسن ما نطلع بعدين بسواد الوش. لا يا روحي ليش لا نطلع بسواد الوش؟ ايه يلا بلا ما نطلع. المهم شوفك بوقت تاني. شو يا بنت عم تشاكريني؟ شو؟ ليكي لا تلعبي معي بتندمي ها؟ شو رح تساوي فياض بيك؟ ترميني بالشوارع؟ جوعانة وعطشانة لا بيت ولا شي؟ ليك صاحب البيت رجع دق الباب، عمتي ما عم تترك شي وما عم تحكي، هي اعتمدت علي وأنا اعتمدت عليك. يا بنت طولي بالك رح بدفع لك، بتعرفي إنه الناس ما عم يدفعوا لي. ما عم يدفعوا لك؟ والخايف من مرتي وما عم مد إيدي على الحساب يلي بالبنك بيكون أحسن، ليك عم قل لك عمتي ما عم تترك شي وما عم تحكي. بعدين أنا استنيتك وما سألت عن اسمتي، بعدين فياض معقول تكسر لي قلبي بس كرمال كم قرش؟ اخسى عليك. ولك يا بنت أنا بكسر راسي وما بكسر قلبك. بعدين أنا ما بخاف من مرتي، أنا ما بخاف غير من الله وبس. ما تاكلي هم، روحي ربي لصاحب البيت. بيكفي يا بنت، فردي لي هالوش الحلو. هاندا منيحة؟ منيحة ورح تتحسن. شو معنى هالحكي؟ معناه رح تتحسن. شو ممكن يكون؟ انت ما رحت لعندها مو هيك؟ البنت عم تكرهني. هديك الليلة كنا عم نتخانق بالسيارة، وقبل ما يصير الحادث هي خلص. أمير لا تحكي، بس تصحى هاندا احكي بعدين كل شي بدك تحكي. كوراي فريحة رجعت لي. فريحة ما تركتك أبداً أمير. اسمع كوراي، روح لعند هاندا، روح، لأنه ما بعرف كيف صار بس أنا عن جد حسيت بفريحة لما كانت جنبي.
فريحة، لما ما بشوفك الأيام عم تمضى بدون ما يكون إلى قيمة، لو ما حكيتيني ما كنت بعرف شو بدي أعمل. يا أخ، كاسة شاي. أنت منيحة مو؟ تحسنتي شوي؟ فريحة، وينو محبسك؟ الحياة عم تقسى علي وتعذبني، وهلأ ما فيك تقومي وتساعديني. بتحاولي تنامي وبتديري وشك، إذا بتريدي قومي. أنا أساساً عم بتعذب. يلا قومي وشوفي حالتي هندا. رجاءً قومي. هندا. حبيبتي، حبيبتي، كلنا هون، كلنا هون. أمك برا عم تستنى. أنا رح خبر الكل، اتفقنا؟ رايح خبرون. أنا هلأ برجع عندها، ماشي؟ يعني انتهت خطبتنا؟ أنا كتير آسفة، ما عاد فيني كفي معك. أنا بعتذر كتير، ما فيني كمل. ليش يا فريحة؟ قليلي بس إذا أنا ضايقتك أو زعلتك بشي. شو صار حتى عملتي هيك؟ لا، أنت ما عملت ولا شي. بالأساس أنا ما كان لي حق ألبس المحبس. أنا كتير آسفة.
صحيت صحيت. فرحتني. عندك خبر؟ رايح لعندها؟ جنان كانت عندها والدكتور طلعه وما عم يسمحوا لحدا يفوت. لا يا أخي، ساعدني انزل لتحت قبل ما يجوا أهلي. شوفي تحت. بدي استنى فريحة على المعاد يلي التقينا عليه المرة الماضية. يلا ساعدني يا يلا. ماشي. بتمنى انك تعذرني. ما رح وصلك فريحة. لا انا بروح لحالي. لا فريحة ما بيصير، تعالي. زهرة. شو وينها فريحة؟ قولي لي ليش تأخرت كل هالوقت؟ ليش أي ساعة كانت رح تجي؟ تجي إمتى ما بدها؟ يا الله أنت شو دخلك؟ أكيد ما راحت على محاضرتها. كانت بدها تلتقي مع خليل. كانت بدها تلتقي مع خليل؟ إيه. بتكون راحت على المحاضرة. محمد يلا حكي ولا شوف. ايه استنى استنى، رايحة افتح الباب انا. ها شريفة، شو صار؟ تعي تعي فوتي لجوا فوتي. بس ماني جاي لأقعد. زهرة ابني كتير انشغل بالنا على خليل، قريبيننا وصلوا من الضيعة، كان بده يستقبلون وتلفنا له كتير بس هو ما عم بيرد على موبايله وكتير انشغل بالنا عليه. والله يا خالي أنا سكرت المحل وطلعت، هو كان رح يلتقي مع فريحة بس من زمان. يا ريت تلفنوا لبنتنا فريحة، وأنا كمان رح أحكي مع خليل هلأ. استني أنا بتلفن، أنا بتلفن، فوتي عادي فوتي فوتي.
ابنك اخر مره بحكي معك، اذا مو هلا فورا بتوقف. شو عم تعمل خليل؟ شو عم تعمل؟ هي امي بيكون بالها مشغول علي. ما عم بترد على التليفون. يا الله دخيلك، ما في بالعاده ما ترد، ما هيك المفروض ترد لو بشو ما كانت مشغوله. خليكن عم تدقوا لحتى ترد. اي ساعه كانوا بدهم يلتقوا؟ شو بيعرفني امي، لما طلع خليل كانت بالاربعه. لا حول ولا قوه الا بالله. معقول يضلوا كل هالوقت لحتى يجوا؟ حاسه بشي بصدري. خليل اكيد صار له شيء. خليل بحياته ما خلاني اكل همه ابدا. بعيد الشر، ان شاء الله ما بيصير شيء. شبكي انت؟ حكي على التليفون كرمال الله. انت تلفني وانا بتلفن، كثير اكله همه. اذا بتريدي خبريني بس تعرفي اي شيء، الله يخليكي. طيب يا روحي طولي بالك، خلص طولي بالك، انت ما تشغلي بالك. يلا انا رايحه، اذا بتريدي خبريني. يلا ضلوا بخير. مع السلامه يا شريفه. لا تقلقي. لا ما رح اقلق. انت طولي بالك، ان شاء الله ما في شيء. خبريني. مع السلامه. خلص انا بخبرك شو بصير. مع السلامه. يا الله دخيلك، شو القصة؟ ساعدوني ساعدوني. وهي اجينا على بيتنا فريحة. قال إنك عم تستنى فريحة، فكرته عم يمزح معي. قالت لي رح تجي. كانت رح تجي. تعبت كتير، تركها ترتاح شوي، وإنت كمان لازم ترتاح. يلا أمير، يلا حبيبي، يلا حبيبي، يلا فريحة. شوفي هذا بيتنا، تعي اتركني بقى. شوفي هون صالون البيت، صغير شوي بس حلو كتير. ما شوفي هون في مي سخنة وفي كمان مي باردة. فريحة تعي شوفي، تعي تعي اتركني خلاص. طلعي، وهلأ هي غرفة نومنا. فريحة هون كتير رح نكون مبسوطين. تعالي شوفي، تعالي شوفي، وهون غرفة أولادنا، رح يكون عنا ولدين، صبي وبنت حلوين كتير. إذا بدك بيصيروا ثلاثة. خلي كل شي مثل ما بدك أنت فريحة، بدي كل شي يكون مثل ما بدك أنت، بس أمري وأنا رح ألبيكي. أنت مريض؟ دا
دواية عندك يا فريحة. أنا ما بدي أتجوز لك خليل. يعني انت ما بدك تتجوزيني؟ ما بدك تتجوزيني؟ ما بدك؟ ما بدي، ما بدي اتجوزك انت ابدا ابدا. ما بدك تتجوزيني خليل؟ تعال نرجع على البيت. أنا بدي روح على البيت وما بحكي لأي حدا اللي صار معنا، اتفقنا؟ أنا بس بدي أرجع على البيت. قررتي تروحي على البيت؟ ما بدك تتجوزيني؟ ما بدي إياك، ما عم تفهم أبدا، ما بدي أتجوزك بنوب. وأنا كمان جاية معك. لا لا، أنت ضل هون مع أمك وعمر بالبيت. ليش طولتوا كل هالقد يا ابني؟ ألف شغلة وشغلة عم تخطر على بال الواحد، يا ريت هالشي ما يتكرر. صدقني شوي تانية كنت رح خبر الشرطة، خفت يكون صاير حادث أو مصيبة. يا ابني تلفن لأمك لأنه كمان كانت آكلة همك. تفضل يا ابني. لا بلا ما فوت يا بابا رضا. عمي نحن يعني أنا وفريحة فكرنا كتير منيح وفسخنا الخطبة. شو؟ شو يعني انكم فسختوا الخطبة؟ هيك حكينا وتناقشنا واخذنا القرار مع بعض. خليل تفضل عود لحتى نحكي مع بعض يا ابني. ما في شيء ينحكى فيه ابدا. يلا سامحوني. محمد خذ عمر واطلع لي من الزبالة. يلا تعال. زهراء ها؟ انت عادي شوي. Thank you.
يمكن راحت عليها نومة، تعبت كتير، كانت جنبك كل الوقت. كل هالشي باين علي. انتظارك لفريحة؟ ايه شوي. لكن كانت جنبي مو؟ ما كنت بعرف انك معجب فيها وبتحبها كل هالقد يا امير. تركت نام شوي. وانت كمان باين عليك التعب، باين على وشك. انا كتير منيحة. انت هلأ ارتاح شوي وانا رح تلفين لجان، ماشي؟ يلا ابني. Sanki bedenimde sıkıntı, yüreğim koparılmış, unutulmamış.